تجربتنا ان احنا نحول سلالة الخليط المصري الى سلالة المونبليار وسلالة الهولشتاين عشان نعلي انتاجية الالبان وايضا اللحوم ان شاء الله. احكي لنا بقى التجربة تتم ازاي، على كم راس، كم مرحلة، على كم سنة، احكي لنا بالراحة. انا كراجل النهاردة مربي او في مجالي الحمد لله رب العالمين بعتبر شغال، ومن فضل الله ربنا ادانا خبرة، وشايف ان السلالة اللي عندي نقدر نغير منها، نقدر نغير منها قابلة للتحسين، قابلة للتحسين. الواقع اللي أنا موجود فيه النهاردة بيقول أن أنا أقدر وقادر أن أنا أحسن السلالة اللي هي موجودة داخل مصر في خلال 3 سنين. العجلة اللي هي ب20,000 أو ب25,000 حد أقصى، مش عجلة ب60,000 وب70,000، ما هتجيب لي فعلا اللي أنا بتكلم عليه. أنا كفلاح هتجيب لي في الموسم الأولاني 30-40 كيلو هفرح، بس ممكن أي ضرب في الجو بالنسبة لنا راحت مني انتهت. اما دي بتتعايش لانها ابا جدا. انا عندي النهارده العجله هي متاقلمه انا بحسن النهارده مع ما يناسب ليا في البيئه، صحيح ان يتعايش معايا ويقدر يعيش ويتحمل الظروف البيئيه. طب والظروف الاقتصاديه؟ انا النهارده بتكلم على عجله بتصرف عندي 40 جنيه في اليوم، ده 40 جنيه بتاعتنا، الخليط بتاعتنا في مقابل عجله بتصرف 150 جنيه في اليوم. هجيبهم منين؟ طيب انا الخامه بتاعت ال 150 جنيه في اليوم انا بستوردها كلها بنسبه كام؟ بنسبه 90%. طب الخامة 40 جنيه بستورد منها ايه؟ بنسبة 100% مصري. يبقى انا في الحالة دي وفرت على البلد عملة صعبة ان انا استورد عجلة، وعملة صعبة ان انا استورد عليها العجلة. طيب الفلاح يقدر على العجلة وعلى الاثنين من غير ما تقل عليه؟ يقدر. الفكرة عشان الناس تبقى الامور واضحة، العجلة المصرية الخليط هنلقحها صح كده بالسيمن او السائل المنوي بسلالات عالية الانتاج مونبليار او هولشتاين. المفروض خلال قد ايه ناخد سلاله مصريه مونبليار او هولشتاين انتاجيتها مرتفعه جدا وتنمي دخل كل مزارع تحط في جيبه فلوس؟ ان شاء الله احنا طبعا بنعشم في الله 3 سنين، بس هي ان شاء الله من 3 لـ5 سنين هيكون عندنا الثروه الحيوانيه لانها اتغيرت بنسبه 50%. يعني احنا مش بنتكلم من الصفر، احنا بنتكلم في تغيير فعلي. العجلات اللي موجوده دي يعني احنا بنتكلم في 1000، لا انا عشمي في الله ان انا مثلا من المزرعه دي كل سنه 3-4,000-5,000 راس، ما بين جاموس بلقح ايطالي، ما بين عجلات خليط النهارده وبنلقح المبليار والهولشتاين. عايزين نشوف من الناس اللي هم في الطب البيطري يعاونونا ازاي، احنا مستعدين لاي تجربه، مستعدين ان يجربوا معانا ونفشل وننجح، بس هنوصل ان شاء الله، هنوصل بالمناسبة.